هنا مصر. أول ما عينك تشوفها بتشوف بلد عظيمة، بلد كريمة بناسها طيبين اللي استحقوا بعد سنين الصبر والانتظار مسيرة إنجازات في كل المجالات. شيدنا آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري، شرايين أمل وحياة، الأنفاق ومحاور نيلية بتشكل عبور جديد للحلم، خطط متكاملة جددنا بيها وسائل النقل البري ومشروعات حققت النقلة الحضرية في خطوط السكك الحديدية، أضفنا مراحل جديدة لمترو الأنفاق، والأول مرة أدخلنا القطار الكهربي والمونوريل عشان نحقق جودة الحياة لشعبنا، وكمان طورنا النقل البحري وتحولت المواني المصرية لمواني محورية عالمية، وأنشأنا العديد من المطارات في محافظات مصر، قناة السويس بوابة العالم لكل التجارة العالمية. ابتدينا بحفر قناة السويس الجديدة وكملنا الحلم بحفر الأنفاق، واتفتح الباب لمئات من مشروعات المنطقة الاقتصادية. بدأنا عصر جديد في مجال الكهرباء، حققنا الاكتفاء الذاتي بمحطات جديدة قدرت تحقق فائض كبير للتصدير. وفي مجال الطاقة النظيفة استثمرنا في إنشاء محطات طاقة الرياح وأكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، صنع في مصر، مش مجرد شعار لكن حلم اتحقق بإرادة ونهضة تكنولوجية. مصانع بتفتح أبوابها في كل المجالات بأيادي مصرية. أنشأنا عشرات التجمعات الصناعية ومن بينها مشروع الروبيكي اللي بيحقق أقصى استفادة من خام القطن احتياطي مصر من الذهب الأبيض، نطاق صناعي متكامل على مساحة 203 فدان، بيضم أول مدينة مصرية صناعية ذكية وفق أعلى المعايير العالمية، واللي بتضم أحدث التقنيات السويسرية والألمانية والإيطالية في الغزل والنسيج والطباعة والصباغة. حققنا الاستغلال الصناعي الآمن لثرواتنا المعدنية بإنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية المتكاملة في مجال الحديد والصلب، ونجحنا في تأمين صناعتنا المحلية من الأسمنت، وقدرنا نلبي احتياجات مشروعات الإسكان والتعمير والبنية الأساسية. ومن جديد بنعيد اكتشاف رصيد ثرواتنا المحجرية اللي بيها قدرنا نأسس مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، قلعة صناعية بتضم 13 مصنع مزود بأحدث التقنيات العالمية والآلات المتطورة، وبتبلغ طاقتها الإجمالية السنوية 30 مليون متر مربع، وامتدت الأيادي المصرية لبناء أول مدينة صناعية للمنتجات الغذائية بمعايير تكنولوجية عالمية، مدينة سايلو فودز اللي بتضم 10 مصانع. وبدأنا من سنين قليلة البحث والتنقيب عن مصادر للطاقة، ونجحنا في اكتشاف حقول جديدة في الغاز والبترول، وحولنا مصر لمركز إقليمي في تصدير الغاز. وأنشأنا العديد من مصانع البتروكيماويات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج. بدأنا مشروعات تنمية الموارد المائية والري من خلال إنشاء محطة معالجة المية بالمحسمة اللي بترفع يومياً 1,050,000 متر مكعب مية لاستصلاح 50,000 فدان شرق قناة السويس. ده غير إنشاء أكبر محطة معالجة مياه على مستوى العالم، محطة بحر البقر اللي بتعالج 5.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف
لإعادة استخدامها لاستصلاح 456 ألف فدان. ونفذنا خطط للاستصلاح الزراعي في كل المحافظات من خلال التوسع في المشروع القومي للصوب الزراعية بإجمالي 100 ألف فدان صوب زراعية تهدف لإنتاج محاصيل زراعية بجودة عالية. كمان تم استصلاح وزراعة 25% من الرقعة الزراعية في مصر باستصلاح وزراعة حوالي 2.5 مليون فدان. عشان نحقق معنى التكامل في تحقيق الاستفادة من مواردنا المائية، بنواصل مشروعنا القومي لتطهير وتطوير كبرى البحيرات في المنزلة، البرولوس، إتكو والبردويل. مصر شقت طريق الانطلاق نحو أفاق جديدة لتأمين احتياجاتها من البروتين السمكي بإنشاء عدد من أكبر مشروعات الاستزراع في الشرق الأوسط، ومنها مشروع بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الفيروز شرق التفريعة، بورسعيد ومثلث الديبة غرب بورسعيد، واللي بيهم أصبحت مصر أولى الدول الأفريقية في مجال الاستزراع السمكي. وبتواصل مصر مخططها في مجال الأمن الغذائي بإنشاء صروح الإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان بمزايا تنافسية وجودة عالمية. والنهاردة بدأ الخير يملى بلدنا ويتفتح لمصر أبواب التصدير بمنتجات تنافسية وبجودة عالمية. هنا مصر بلد السكينة والسكن، بلد ودعت زمن العشوائيات. بنينا عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة، وتولدت مدن جديدة وتجمعات عمرانية حضرية في كل المحافظات، قدرت تستوعب ملايين من كل فئات الشعب بيحلموا بحياة أفضل ليهم ولأولادها. ومن أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، واجهت مصر الحضرية مع ميلاد الجمهورية الجديدة مدينة ذكية بتحقق معنى التناغم والتكامل، وبتجمع كل الوزارات والهيئات الحكومية، بتضم مجلس النواب وساحة الشعب النصب التذكاري. منطقة المال والأعمال. والمركز الثقافي الإسلامي. ومدينة للفنون والثقافة. ده غير العديد من المناطق السكنية الجاذبة لملايين السكان. مدينة الجلالة أجمل إطلالة على ساحل البحر الأحمر. العالمين الجديدة در التاج البحر المتوسط. الإسماعيلية الجديدة لؤلؤة التجمعات شرق قناة السويس، وأسوان الجديدة ساحرة الجنوب. وهنستمر في الاهتمام بالصحة لكل إنسان بيعيش في بلدنا. أنشأنا عشرات المستشفيات، وقضينا على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، ونفذنا المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وقدرنا نبني أكبر مشاريع تصنيع الدواء في الشرق الأوسط
على مساحة 180 ألف متر مربع، مدينة الدواء، اللي نجحت في تأمين الطلب المحلي الآمن والفعال من الأدوية بجودة عالمية وإمكانات تصديرية تناسب دور مصر كمركز إنتاج واعد إقليمياً وعالمياً. هنا البلد العظيم صاحب أعظم تاريخ وحضارة، علمت العالم كله الحضارة اللي موجودة وبتزين أشهر ميادين العواصم العالمية، بنبني ونستثمر بإنجازات تليق بتاريخنا، المتحف المصري الكبير، ده غير اكتشافات أثرية ضخمة بشراكة واستثمارات عالمية. أيوة هنا مكان مش زي أي مكان، تستمتع فيه مع كل الناس اللي بتحبهم، يستقبلك ناس بحب وترحاب، تكتشف شواطئ، مدن، فنادق على أعلى مستوى. والنهاردة مصر بتفتح أبوابها في كل مكان وكل المجالات بفرص نجاح حقيقية. هنكمل المشوار، نحلم، نجري، نسبق، والتنمية الحقيقية في كل بلدنا هي هدفنا. هنا مصر مكان مش زي أي مكان.